السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الوصفه تاع اليوم هي البقلاوه. نبداو المقادير. هنا عندنا 6 كيلات فرينه نفس العبر، هنا عندنا نص زبده ونص سمن، وهنا عندنا حبه بيض، لافاني ملعقه كبيره، وعندنا قرصة ملح، ونلموها بالماء وماء الزهر. نحطوا الفرينه مغرفة كبيرة لافاني، قرصة ملح، وهنا نضيفو لها قلنا نص عبر زبدة نص عبر سمن، نفس الكمية تاع الفرينة. نزيدو نضيفو لها حبة بيض. بعد ما درنا لها الحبة تاع البيض، دوكا نصيروها كامل بالسيار تاع الفرينة رقيق كامل. هاي ليك بعد ما صيرناها، الان بعد ما جمعناها نخلوها ترتاح ساعة ونرجعو. رانا رجعنا، هنا راهي ريحة لاطات. المرحلة الاولى نفتحوها بالمايزينا، قسمها مستطيلات، بعد ما قسمناهم نفتحوهم شويه عراض باش نكملوا طبقات لهلاه. ودوكا نفتحوها في الماشينه، نرشوهم شويه دوكا تاع الفرينه. هنا نفتحوها اول مرحله، نديروا رقم واحد. دوكا ثاني مرحلة في الرقم ثلاثة، ودوكا المرحلة الثالثة في الرقم خمسة. وهذه المرحلة الأخيرة رقم سبعة. هنا درناهم بالطول، ندهنوهم دوكا بسمن، ومن بعد نديروهم بالعرض. يتسمى نديرو طول وعرض، سبعة طبقات. هاي ليك هذه المرحله الثانيه، درنا الطول والعرض. كان راح نحضر الحشو. هنا درنا 3 كيلات كاوكاو مع رطل سكر، ونزيدو لافاني، ونزيدو السمن. وهنا نضيف بول صغير الجلجلان محمص ومطحون باش يعطي نكهة شابة، صدقوني يجي الطعم تاعو بزاف بنين. ودوكا رشوا الماء زهر، يتسمى يجي مفتول كيما الطعام، ما نكثرلوش الماء زهر بزاف، هكذا يجي مفتول كيما الطعام، يتسمى يزربع وحده. نروحو نديرو الطبقة الأولى، نديروها بالطول. هاي ليك بعد ما كملناها، حبيت نقولكم الطبقة السادسة والسابعة ما ندهنوهاش حتى وين نكملو ونقطعوها باش ندهنوها. أنا درتها مع الحشية، يتسمى نخليها تبات وغدوة باش نطيبها، وانتوما إذا درتوها الصباح طيبوها مع الحشية وعسلوها وخلوها في السنيوات تاعها تعسل مليح، حيث تكون درجة الحرارة 200 درجة. هاوليك الشكل تاعها الآخر، ما شاء الله الله يبارك. نقولكم سلام، نتلاقى في وصفات أخرى.